بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، اكيد كالعادة نتكلم فيها عن النادي الاهلي، عن باقي الاندية المصرية، نرد فيها ضد الكذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحاجة عايز اتكلم فيها طبعا كأس الامم الافريقية وتعادل مفاجئ للجميع. منتخب الجزائر محاربي الصحراء بعد مباراة وشوت أول تسيدوا في الملعب طول وعرض، يعني هجمات بالجملة، فرص ضيعة، أهداف بتتلغي بالجملة، أهداف عالمية بيتم إحرازها، هدف بغداد بنجاح، حاجات كرة عالمية بنشوفها من منتخب الجزائر، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن كالعادة. زي ما بنقول هتضيع استقبل، فرقة قدامك في ايدك تدوس عليها ما دوستش هي اللي هتدوس عليك في الشوط الثاني، وقد كان عن طريق مابولولو، كريستوفاو مابولولو لاعب الاتحاد السكندري وهتاني هدافي الدوري المصري الممتاز، بيحصل على ضرب الجزاء وبيحرزها هدف التعادل في منتخب الجزائر عشان تضيع نقطتين مهمين جدا. بطولة غريبة، بطولة فيها مفاجآت كتير لسه في الجولة الأولى، وحوالي 4-5 مفاجآت لحد دلوقتي بيتم تفجيرها في هذه البطولة اللي هتبقى فيها مفاجآت بالجملة، وقد يكون هناك بطل جديد في هذه البطولة أو بطل غير مصنف أو غير متوقع أنه يحرز هذه البطولة. طبعا يا سعد ويا هنا دلوقتي الحاج محمد مصلحي، حاج محمد مصلحي قاعد دلوقتي ماسك الورقة والقلم والآلة حاسبة وعمال يضرب خمسينات في ستينات في سبعينات، عمال يضرب زي ما هو عايز، بيطلب بقى 15 مليون دولار دلوقتي. دلوقتي محمد مصلحي أي حد هيروح يقول له عندك لاعب اسمه مابولولو هيقول له بسم الله الرحمن الرحيم 15 مليون دولار على كبوته، توتو على كبوته. لعيب محترم جدا، مهاجم كاسحة ألغام، مشكلته سنه الكبير بس. يعني كريستوفاو مابولولو ده كان فين قبل ما يجي الاتحاد السكندري؟ كان فين العين اللي تجيبه؟ لعيب حكاية ورواية، مهاجم من الطراز الفريد، كان فين بقى العين اللي تجيبه هو لسه 24-25 سنة تقدر تستفيد منه 5-6 سنين؟ لكن النهاردة مابولولو على ترانسفير ماركت مثلا، هجيب لك انا مابولولو سنه كام عشان الناس اللي بتسأل على كريستوفاو باسينسيا مابولولو، كام سنة كريستوفاو مابولولو؟ عنده 31 سنة، شهر 6 الجاي يبقى 32 سنة، يعني لو عايز تجيبه النادي الاهلي هتجيبه هو عنده 32، يعني بتتكلم في مودست جديد. حاج محمد مصلحي حتى لو الاهلي راح يتكلم عليه دلوقتي هيقول لك لا استنى، انت عايز مابولولو قبل ولا بعد البطولة؟ قبل البطولة كنا بنتكلم في 2-3 مليون دولار، بعد البطولة الحاج محمد مصلحي هيفتح المزاد من 10 مليون دولار وانت طالع، وله كامل الحق انه يبالغ في طلباته. قلت لكم قبل كده الناس بتعتمد في اخبارها على الاستنتاجات مش على المصادر او على صحة الخبر. محمد صلاح طبيعي أو وارد جدا إن البطولة بتاعت أمم أفريقيا دي تبقى آخر بطولة يلعب فيها صلاح، وارد. فيخرج علينا أحد الصحفيين يقول لك محمد صلاح سيعتزل كرة القدم دوليا إذا ما كسبش كأس الأمم الأفريقية. بالعقل، حط نفسك مكان محمد صلاح، منتخب مصر في مجموعة فيها مراكز شباب، مجموعة سهلة جدا في كاس العالم، تصفيات كاس العالم. كتابة التاريخ بالنسبة لمحمد صلاح على المستوى الدولي انه يبقى من اللعيبة اللي شاركت في كاس العالم مرتين. محمد صلاح عنده فرصة كبيرة جدا يبقى كابتن منتخب مصر زي ما كان كابتن منتخب مصر في 2018، يبقى كابتن منتخب مصر في 2026 في كاس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية. فاديني عقلك، يعني بأي عقل وأي منطق صلاح هيعلن الاعتزال في حال عدم فوز منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية في أبيدجان في كوت ديفوار؟ وسام أبو علي كان له تصريحات مهمة جدا تبين لك مدى أهلوية الرجل. يعني أنا بحب اللاعب اللي مش بيبقى جاي بس عشان الفلوس وعشان المجد الشخصي، لا بيبقى جاي عشان حابب النادي الاهلي.
بيبقى العيله والاسره الاب والام والاخوه بيبقوا اهلاويه وحابين ان هو يرتدي تيشيرت النادي الاهلي. قال ان المفاوضات بدات من شهر عن طريق وكيل اعماله اللي بلغه بوجود رغبه من جانب النادي الاهلي في ضم اللاعب وانه وافق على الفور خصوصا لما شاف جمهور النادي الاهلي اللي لما بيلعب الاهلي بيبقى في 70,000 مشجع في الاستاد ويزيد وبيبقوا كلهم رافعين علم فلسطين. قال انه عرف ان كولر شاف مباريات ليه مع سيريس وكان معجب بمستواه اللي قدمه فيه الخط الهجومي، لكن قال جئت من هنا من اجل تسجيل الاهداف وتحقيق البطولات مع النادي الاهلي واشكر كولر على رغبته في التعاقد معي واتمنى ان انا اظهر بشكل جيد وبمستوى جيد. قال ان بقول لجمهور الاهلي انا سعيد هنا واني اصبحت اهلاوي ومن اليوم هعطي 100% في الملعب وان شاء الله نتوج بكل البطولات. قال ان انا لما قلت لعيلتي ان انا جاي لعرض من النادي الاهلي كانوا مبسوطين جدا ووالدي كان بيعرف النادي الاهلي من وهو صغير وفخور ان بقيت لاعب في النادي الاهلي وعملت كل حاجة عشان اجي لان مش كل يوم هتيجي فرصة اني العب مع نادي كبير وفريق بيمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة اسمه النادي الاهلي، انا موجود في احسن نادي في العالم. كلام محترم جدا، كلام ان ده اللي بيدل على مدى شغف الولد ومدى حب الولد ومدى احترامه للنادي الاهلي. تعال نروح لمارسيل كولر وصفقات مارسيل كولر في النادي الاهلي. كولر في اجتماعه مع الكابتن محمود الخطيب الخاص بالصفقات الخاص بالراحلين الخاص بالتدعيمات والاحتياجات، كولر طلب اكتر من حاجة، طلب التعاقد مع مساك او مدافع، طلب باكليفت يبقى مدافع وباكليفت، طلب لاعب وسط 8، طلب مهاجم محلي في الدوري المصري. دي الطلبات بتاعت مارسيل كولر. في طلبات منها ممكن تنتظر للصيف، يعني ممكن تأجلها للصيف زي مثلا المهاجم، يعني لو مفيش مهاجم اوكي ممكن نستنى للصيف ونجيبه اجنبي، كده كده موديس هيمشي بعد نهاية الموسم فنجيب مهاجم اجنبي بدل من موديس ونحطه في القائمة بتاعت الاجانب. اللاعب مركز 8 مصطفى اشرف تم اقناع كولر، ان الكابتن محمود الخطيب اقنعه ان احنا عندنا لعيبة كتير في المركز ده وعندنا عمرو السولية هيجدد وعندنا واللاعب ما هوش يعني النجم التوت فروتو اللي ممكن تجيبه ويعمل فارق، يعني خلينا ماشيين مع اللعيبة اللي موجودة معانا واحنا مش محتاجين لعيبة في نفس المركز، بالذات مصطفى اشرف اللي له مطالب مالية بالدولار والنادي بتاعه له مطالب مالية بالدولار، فالنادي الاهلي شايف لا افضل ان احنا نستنى لنهاية الموسم في صفقة مصطفى اشرف. فيما يخص المدافع، مارسيل كولر بيضغط بقوة وبمنتهى القوة ان لازم اضم مدافع. لجنة التخطيط شايفة حاجة تانية، لجنة التخطيط شايفة ان احنا عندنا محمود متولي وعندنا رامي ربيع وعندنا ياسر ابراهيم وعندنا محمد عبد المنعم وعندنا معتز محمد، خمسة في عين الحسود، كفاية قوي كده كولر بقى تحطط معه، كفاية قوي كده. لكن كولر كان رده الراجل مستغرب، راجل مندهش ان انتوا حاسبين عليا محمود متولي. يا جماعه انا محمود متولي ما بشوفوش، محمود متولي ما بيتدربش معايا، محمود متولي لما بيتدرب تدريبه تاني يوم بيجي يقول لي انا مصاب وما بيلعبش وبيقعد بشهور مصاب والاصابه ترجع تتكرر كل لما يخف. فالراجل متمسك جدا بضم مدافع، الراجل متمسك جدا بضم باك ليفت، وعايز اقول لكم مفاجاه ان مركز الباك ليفت غالبا لو معلول ما جددش، وده بنسبة كبيرة هيحصل ان معلول ما يجددش لان معلول له طلبات مبالغ فيها وهذا حقه، ده اخر عقد بالنسبة له، لكن الطلبات دي الاهلي مش هيقدر يلبيها. معلول وهو عنده 32 سنة 31 سنة بياخد 1.5 مليون، معلول وهو عنده 34 عايز ياخد 2 مليون دولار وياخدهم بالدولار مش عايزهم بالجنيه، فبالتالي الطلبات مبالغ فيها. في الوقت اللي انت عندك لاعب مغربي بيلعب منتخب مغرب اساسي، كابتن الوداد المغربي، يعني عنده خبرات دولية وخبرات افريقية وعنده خبرات القيادة، ده كله وسنه صغير تقدر تستفيد بيه 5-6 سنين قدام، والمبلغ اللي هيحصل عليه مش هيكمل 1 مليون دولار، يعني يحيى بعطية الله مش هيكمل 1 مليون دولار في كراتب سنوي بالنسبة له. ففرصة فرصة ما بعدها فرصة للنادي الاهلي ان شكرا معلول وفيت وكفيت،
نتمنى لك التوفيق في مكان اخر طالما مش هنقدر ندفع المبلغ اللي طالبه معلول، ودي سنة الحياة، احنا مش هنفضل مكلبشين في بعض. سنة الحياة ان اللاعب مع تقدم العمر مستوى بيقل، له طلبات وله متطلبات انت مش هتقدر تلبيها، فخلاص. في ناس اقل من معلول في الراتب ولكن افضل من علي معلول. تعال نروح للمهندس عدل القيع. مهندس عدل القيع يا جماعة مش مهندس صفقات بس، لا 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 لا، عدل القيع مش مهندس صفقات بس، عدل القيع مهندس في قصف الجبهات، أقوى قصف في التاريخ ممكن تشوفه من المهندس عدل القيع. مهندس عدل القيع قال لك الأهلي بيجي له جوابات من الاتحاد الدولي فيها إشادة باحترافية الأهلي واحترافية إدارة الأهلي وما يحققه النادي الأهلي من بطولات وإنجازات، وفي المقابل في ناس تانية بيجي لها خطابات من الاتحاد الدولي لكن الخطابات اللي بتيجي دي بتبقى فيها قرارات إيقاف بسبب مخالفات مالية، بسبب مخالفات إدارية، أندية مش قادرة تدفع المستحقات اللي عليها. وهنا يكمن الفارق، هنا الفارق اللي بيبقى سنين ضوئية ما بين الأهلي وما بين أقرب اللي يقال عليهم منافسين. يعني مفيش منافس للنادي الأهلي في الكرة المصرية، شاء من شاء وأبى من أبى، مفيش منافس للأهلي في الكرة المصرية. لا تقول لي بقى زمالك ولا بيراميدز ولا اسماعيلي ولا 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 أي حاجة من الحاجات اللي بيتقال عليها بالنسبة للمنافسين. بالنسبة للسيد نيلو فنجادة اللي كان مرشح لتدريب نادي الزمالك، وقلت لكم قبل كده حطها في الدرج عندك أو في ذاكرتك، مجلس إدارة حسين لبيب يا جماعة ده مجلس بيمشي ورا السوشيال ميديا، مجلس بيمشي ورا السوشيال ميديا، بيشوفوا السوشيال ميديا عايزة ايه، بيشوفوا الجمهور عايز ايه، وبيطلع يمشي ورا الجمهور، ودي كارثة. الزمالك ينتظره كارثة محققة، كارثة إدارية فنية كل شيء على كل المستويات. الإدارة فن فن مش عن عن، الإدارة فن مش عن عن، الإدارة مش أن أنا أرمي بالونة اختبار واستنى أسمع التش بتاعتها، أشوف رد فعل الجمهور إيه وأمشي بناء على رد الجمهور. أنت لو مشيت على رأي على رد الجمهور ورد فعل الجمهور، الزمالك هيغرز أكتر ما هو غارز، الزمالك هيغرق أكتر ما هو غرقان، الزمالك مش هينفع فيه الأمر بالشكل ده. عايز تتعاقد مع مدرب عاجبك روح اتوكل على الله وتعاقد، لكن أنت خايف من الجمهور فتروح ترمي الخبر للجمهور فخمسة يوافقوا وعشرة ما يوافقوش، خلاص لا شوف غيره. بالرغم ان ممكن العشرة دول يكونوا شوية عيال صغيرة واخد بالك لسه بيقولوا اقح، بس عاملين حسابات بكارت فك والله، وتمشي وراهم وهم اللي يغرقوك بعد كده. فنادي الزمالك مش هيستتب الامر بالنسبة لنادي الزمالك طول ما الادارة ماشية ورا الجمهور وورا فكرة ان انا خايف اعمل حاجة ولازم اشوف رد فعل الجمهور. نيلو فنجادة حصل انقسام ما بين الادارة، ما بين جبهة احمد سليمان وجبهة حسين لبيب، والاتنين استقروا في الاخر ان هم يرجعوا للجمهور. قال لك الفيصل بيننا الجمهور، احنا هننزل الخبر عن طريق الصفحات تبعنا، الصفحات اللي ماشيه ورانا واخد بالك، هنرمي لهم الخبر ده ونستنى نشوف رد الفعل ايه. والله الجمهور وافق ايه، اهلا وسهلا، يبقى الجمهور اللي حكم، ما وافقش يبقى خلاص الجمهور هو اللي رفض. وقد كان الجمهور اتقلب على الاداره، قال لك يعني نصوم نصوم نفطر على فنجاده، عيب يعني، خلينا بقى ماشيين كده وخلاص. فرجعوا في كلامهم بعد ما كانوا اتفقوا مع الراجل، وخلاص الراجل خلال ايام قليله المفروض يبعتوا له تذكره السفر، اتصلوا عليه وقالوا له معلش يا مستر فنجاده، المره الجايه باذن الرحمن لما يبقى عندك 85 سنه نبقى نجيبك تدرب الزمالك. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، استنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم.